من خيرة أبنائنا الشهداء هو أسرار المرضى. أنا قضيت 15 سنة داخل السجن، والإهمال الطبي يعني الجميع بيعرف عن الإهمال الطبي، بس الفترة الأخيرة يعني الأشهر الأخيرة قاعدين بنواجه يعني إخوة إلنا داخل السجون معهم أمراض السرطان قاعدة بتتكاثر. يعني في آخر الشهر في أخونا إياد حريبات، وفي ناصر الشويش، وفي ناصر أبو حميد، وطبعا العلاج تاعهم علاج بسيط بعطوهم إياه. طبعا ناصر الشويش سوى عملية قلب، وأخونا ناصر أبو حميد لسه نتيجة الفحص إن شاء الله بس سلبية أو بس. طبعا العلاج داخل السجون علاج معدوم، وأنا توقعاتي إنه في إشي يعني داخل السجون بنحط يا أجهزة التشويش تاعت التلفونات يا أي إشي بنحط صار يأثر على الأسرة. والفترة الأخيرة قاعد تتزايد إصابات السرطان داخل السجون، وهذا مؤشر خطير، وكل الأسرة قاعدين بنصابوا في السرطان الفترة الأخيرة كلهم مؤبدات وأحكامهم عالية، وهدول كانوا قائدين كتائب قائدين الانتفاضة الأقصى. وأنا من توقعاتي إنه يعني في إشي داخل السجون بنحط إنه قاعد بيأثر عليهم عشان ينتقموا منهم. أي وسيلة للتحرر من الاعتقال المستوطنين ولجيش الاحتلال. يعني ما زال العديد من أسرانا يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية، بعضهم وصل إلى 37 يوما و39 يوما داخل السجون الإسرائيلية، حتى اللحظة لا يوجد استجابة لمطالبهم العادلة والإنسانية بتحديد سقف زمني للإفراج عنهم من الاعتقال الإداري. هؤلاء الأسرى اضطروا لخوض هذه المعركة من الأمعاء الخاوية بعد أن أوصدت أمامهم كافة الأبواب، لم يبقى أمامهم أي بارقة أمل للتحرر من الاعتقال الإداري سوى اللجوء إلى معركة الأمعاء الخاوية. هذه الإضرابات سواء كانت فردية أو جماعية هي التي أتت أكلها، واستطاع الأسرى من خلالها أن يتحرروا من هذا الاعتقال الإداري الذي يجدد لهم أكثر من مرة. كذلك نحن هنا اليوم من أجل نصرة أسران المرضى داخل السجون الإسرائيلية، وعلى رأسهم الأسير إياد حربات والأسير ناصر أبو حميد، هؤلاء الأسرى المرضى، وكذلك ناصر الشويش وغيرهم من الأسرى الذين يعانون أوضاع صحية صعبة داخل السجون الإسرائيلية، وهم بحاجة إلى وقفتنا وإلى إسنادنا، لأن هؤلاء الأسرى بحاجة إلى جماهير الشعب الفلسطيني بكل ألوانهم وأطيافهم السياسية كي تقف معهم حتى ينتصروا في صمود وينتصروا في معركتهم ضد هذه السياسات الانتقامية التي تمارس بحقهم داخل السجون الإسرائيلية.